بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو بدي أحكي عن كيفية جمع متغير الديون قصيرة الأجل، أو ممكن نسميها الالتزامات المتداولة أو الديون المتداولة، اللي هي بالإنجليزي short term debts أو current liabilities، كله يعني نفس الإشي. طبعا ببساطة إحنا بنجيبها من التقرير المالي مباشرة، وبالتحديد من الميزانية العامة. خلينا ناخذ مثال على هذه الشركة اللي هي العربية لصناعة الدهانات، وهي المتغير اللي أنا بدي أجمعه، وبدنا نبلش سنة 2018. طبعا هذه سنوات مختلفة لنفس الشركة، وهذا الاي دي هو رقم أنا حاطه إلها، كل شركة معطيها رقم عندي لغاية التحليل الإحصائي هذا لقدام، وهذا الكود اللي إلها من البورصة. طيب بدنا نجيب الديون قصيرة الأجل لهذه الشركة في سنة 2018، بروح على تقرير 2018، طبعا بروح على الميزانية العامة. الميزانية العامة هي بتيجي في الآخر، التقرير بيجي عادة في الآخر، أي تقرير مدقق، صفحة 67، فبروح على الصفحة 67. قربنا تقريبا، هاي يعني دخلنا على التقرير المدقق. أول إشي طبعا بكون التقرير، وهي الميزانية العامة. لو كبرنا في الميزانية العامة بدنا نروح على الالتزامات المتداولة. طبعا هاي المطلوبات المتداولة، هي يعني ديون قصيرة الأجل، وهي مجموعها اللي هو 1,377,517 ايش انا العملة دينار هذا سنة 2018. هذه صورة بقدرش انسخها، فبدي اكتبها كتابي. فانا بدي اكتبها ايش؟ كتابي. بدي ازغر هين حتى اني بس يعني اشوف شو بدي اكتب. صناعات العربية اللي هي سنة 2018، هي انا معلمه. بدي اكتب هذا الرقم اللي هو 1,377,517. طبعا وبدي اكتب 2017 كمان، لانه هيو، لانها هي ميزانية مقارنة اللي هو قيمتها 1,699,917. هاي بهذا الشكل، يعني بكل هذه السهولة أنا جبت هذول هذه الأرقام من هذا التقرير لسنتين جبتهم. الآن بدي أجيب كمان ال 2005 و 2016، بروح على تقرير ال 2016 بجيب منه الثنتين. هاي أنا محضره هنا نفس الشيء، بروح على الميزانية العامة بشوف وين موجودة. هايها 59، هاي الميزانية العامة، هذا بقدر انسخ من هذا بتلاحظوا، فخلص بكون الأمر سهل علي. هاي بزغرها كمان، بضروا على الالتزامات المتداولة، هاي مطلوبات متداولة، هاي مجموع الالتزامات ايش المتداولة. هذه طبعا اللي هي سنة 2016، هاي نسختها وحطيتها هنا. طبعا بدنا نتأكد انه الفواصل هذه اللي مبينة مش فواصل نصية، يعني بكيمها، اذا كانت نص بكيمها. باجي على الرقم اللي في 2015 باخذه بحطه هنا. خلص بهذا الشكل يعني نقدر نقيس على باقي الشركات. اذا بنلاحظ انه هذا يعني متغير سهل جدا جدا. ارجو انه يكون فعلا الفيديو واضح للجميع، والسلام عليكم.